غادي نمشيو لاقتراحات متنوعه. غادي نبداوها بجبن اللي هو لذيذ بحال الفرماج الدهن. هذه الطريقه ديالو سهله وصراحه نتمنى انكم تجربوه، كيجي بنين بزاف. هذا يعني كيجي جبن كريمي وكيجي بحال الفرماج الدهن، يعني كيجي زوين، ديال سعيده من سمارة. تبارك الله على سعيده من سمارة كتفنن في هذه الانواع ديال الفرماج باشكال كثيره، يعني اي نوع الفرماج شي دار فرماج حمر، يعني الانواع ديال الجبن انواع ديال الفرماج تبارك الله عليها دائما عزيز عليها، انه خاصه دابا مع تبارك الله الوليدات فدائما كتتوجد اقتراحات ديال الفرماج وفوق ما كتنجح لها يعني شي حاجه وكتجي لذيذه فكتقاسمها مع السيدات. هذا بالنسبه للجبن قلنا اللي هو لذيذ وبحال الفرماج الدهن. غادي فيه مقادير قليله، فيه اطرو ديال الحليب وربعة المعالق كبار ديال الخل، ومن الاحسن انه يكون الخل ابيض باش داك الجبن يخرج لنا ابيض. فغادي نمشيو للطريقه باش تعرفوا على المقادير والطريقه في نفس الوقت. غادي ناخذوا اطرو ديال الحليب وغادي نخليوه يفيض، ملي كيفيض لينا كنزيدوا عليه ربعة المعالق كبار ديال الخل على داك الحليب، ومن الاحسن نديروا الخل ابيض باش يبقى لنا الجبن ابيض، ولا ما كان صافي نديروا الاخر العادي. قلنا 4 حتى 5 المعالق كبار ديال الخل ونخليوه. مجرد ما غادي نديروا هذاك الخل غادي يبدا يتجمع لينا داك الحليب، غادي يتكلل، غادي يوليو فيه طريفات، وديك الساعه غادي نصفيوه يعني بطريقه العاديه نصفيوه. وهذاك الجبن اللي تجمع لينا صافي غادي نديروه في واحد الاناء ديال الزاج، وغادي ناخذوا طراب الكهربائي وغادي نبداو نطربوه. هذا هو السر ديالو، هو انه ضروري خصو يطرب مزيان، تقريبا نبقاو نطربوا فيه نطربوا فيه مزيان حتى يولي رطب ملس يعني كريمي، وتقريبا واحد 5 ولا 6 ديال الدقائق وحنا كنطربوا فيه. والا حسينا لانه ثقيل بزاف ديك الساعه عندنا الحق نهزوا من هذوك المعلقات، يعني من هذاك الماء اللي بقى ديال هذاك الجبن، لانه فاش كنصفيوه كيبدا ينزل لنا داك الماء ديالو، نبداو نهزو بحال اللي كنلقاو في داك الماء اللي كنلقاو في ياغورت من الفوق، هذاك هو اللي تيحفظو، فتنهزو منه شويه وتنبقاو نزيدوه على هذاك الخليط، على هذاك الخليط وحنا كنطحنو. هذه في حاله الا شناه انه ثقيل بزاف وبغينا نخففو كنهزو من هذوك المعلقات، اما الا كان عادي يعني كيف طحناه جانا مزيان وحنا كنطحنو فيه صافي نخليوه ما نزيدو حتى شي حاجه. اللي تيبغي يعني جبن من السم فديك الساعه غادي ناخذو كموسات يعني ديال زيف حياتي ولا شاش بيض يكون نقي، وكنديروا فيه اليازير اولا كموسه نديروا فيها الزعتر اولا كموسه نديروا فيها الثومه بودره اولا الثومه صينه ونلفوها مزيان، وديك الساعه كنديروها مع الحليب وهي كتفيض، يعني ما كنديروهاش وهما اعشاب هكا مفرتين ونديروا مع داك الحليب ومن بعد نعاودو نصفيوهم، يقدر يبقى فيهم هذاك الجبن ما كيجي صافي كيبقى فيه الاعشاب. فهاد الطريقه كتجي سهله وكتجي مزيانه بحال كيف كنديرو في العادي، يعني داك الكموسه كنديرو فيها مثلا القرنفل وهذا فاش كنبغيو نديرو العسل باش ما تشتتش لينا. فنفس الطريقه غادي ناخذو كموسات وغادي نديرو فيهم اما اليازير اما شويه ديال الثومه اما شويه ديال الزعتر، اي نسيمه حنا كتعجبنا في الفرماج اولا في الجبن. وديك الساعه غادي ناخذو ما نديرهمش هما كاملين لانه غادي يجيو مذاقات مختلفين في جبن واحد، يعني لكم الاختيار يا الثومه يا اليازير يا الزعتر يا شي عشبه اخرى نتوما عزيزه عليكم، غادي ديروها في كموسه وغادي ديروها مع الحليب كتفيض وغادي تخليوها قد ما ديك الكموسه كتحل وداك الفيض وداك الحليب كيبدا يسخن قد ما كيبدا يطلق غير ديك البنه هذيك المذاق ديال هذيك العشبه اللي حنا اختارينا كتبدا تطلق في الحليب، وعاد ديك الساعه نزيدو عليها قلنا ملي فيض لينا الحليب. غادي نعاود لكم الطريقه، قلنا اطرو ديال الحليب غادي نخليه حتى كيفيض، ملي فيض لينا غادي نديرو فيه 4 ولا 5 المعالق كبار ديال الخل، ومن الاحسن يكون الخل ابيض باش يبقى لينا جبن بيض، الا ما كانش نديرو الاخر العادي اللي كنديرو في الشلاضه. ومجرد ما غادي نزيدو الخل غادي نشوفو داك الحليب صافي بدا كيتجمع بدا كيتكلل، كنقولو حنا كيتكلل لينا بدا كيتكلل يعني كيولي فيه طريفات كيبدا يتجمع ما كيبقاش حليب سائل كيبدا يتجمع على شكل جبن. ديك الساعه غادي نصفيوه، وقلنا الا بغينا وحده من الاعشاب نديروها في كموسه نديروها مع داك الحليب ونخليوها، وديك الساعه ملي كتكون طلقات مزيان وفاض لينا داك الحليب كنحيدو ديك الكموسه كنزولوها وكنزيدو دوك المعلقات ديال الخل وكنخليو حتى كيتكلل وكنصفيوه وكنخليوه كنصفيوه. وهذاك الجبن اللي تجمع لينا في الصفايه هو اللي كناخدوه، وهذاك الماء كنحتفظوا به لربما نحتاجوه. وقلنا هذاك الجبن اللي بقى لينا اللي تجمع لينا بعد ما صفيناه كنديروه في واحد الطاسه ولا اناء ديال الزاج وكنبقاو نطربوه واحد 5 ديال الدقائق، كنبقاو نطربوه مزيان حتى كيولي رطب يعني بحال الجبن كيولي كريمي.
كنطربوه مزيان وقلنا الا جانا ثقيل شويه راه حنا احتفظنا بهذاك الماء باش الا احتاجيناه نبداو نهزو منه واحد شويه معلقه صغيره مثلا وبداو نزيدو حنا كنطحنو وحنا كنطحنو وحنا كنزيدو معلقه هذه في حاله الا جانا ثقيل بزاف ويعني كنحلوه بشويه من هذاك الماء اللي بقى لينا ديال الجبن اللي صفينا به يعني كنهزو منه معلقه صغيره اما الا خديناه وطربناه وجانا مزيان صافي ما نزيدو حتى شي حاجه ما نزيدوش هذاك الماء ديالو وصافي يعني ملي كيطحن ضروري انه يطرب مزيان يعني نطربوه بالطراب الكهربائي واحد خمسة ديال الدقائق حتى كيولي رطب بحال الجبن كيولي الملمس ديالو ناعم يعني الملمس ديالو رطب وصافي ديك الساعه كنديروه في البواطه وكنحتفظوا به ديك الساعه لكم الاختيار اما ديروه للدهن اما يعني تحاولوا انه في الفطور كيجي زوين بحال كيف ديروا الفطور الشمالي يعني كيجي زوين يعني تبصيل كنحطوا فيه مثلا اومليطه ديك يعني ماشي اومليط البيض عوينات يعني بيضة عوينات هكا صينا وكنحطو شوية ديال الزيتون كحل وكنحطو هاد الجبن اللي حنا صايبنا في الدار وكنديرو فوق منه يعني خيوط ديال زيت العود لا فوق الزيتون ولا فوق البيض ولا فوق هاد الجبن وكتجي يعني في الصراحة واحد الفطور متكامل مع خبيزة ديال القمح مع أتاي فنتمنى أنكم تجربوا هاد الاقتراح ديال الجبن اللي هو بنين بزاف وكيجي بحال الفرماج للدهن كيخرج كمية معقولة وديك الساعة تبارك الله عليكم يعني لا دابا تنعرفوا مع أفراد الأسرة كيكونوا مجموعين الوليدات كنبغيو هكا الكوتي حويجات اللي هما ساهلين فهذا فيه إطرو ديال الحليب ملي تجربوه بإطرو ديال الحليب ويصدق لكم كيف ما عطاتكم يعني سعيده مشكوره جدا الطريقه والمقادير ديك الساعه راه ممكن ديروا ربع يطرو ولا يعني في كل مره يعني كل 3 ايام لانه تبارك الله هذا دغيا غيمشي ملي كنكونوا مجموعين دغيا تيمشيو بحال هذه الاقتراحات يعني 3 ايام ونعاودوه في مقادير قليله غير بعض المعلقات كبار ديال الخل واطرو ديال الحليب وديك الساعه تنسيما اللي بغيتو هذه في حاله الا بغيتو ديروا مثلا في الكوتي لانه في الفطر في الصباح ما تنقدوش مثلا وكيبقى على حسب الاختيار غير هو في الغالبيه ما تنقدوش على شي حاجه اللي كتكون منسمه بزاف بالاعشاب تنبغيوها حتى الكوتي لا الزيتون مثلا منسم بالاعشاب ولا باليزير ولا بالزعتر ولا مثلا هاد الجبن ديك الساعه ممكن انكم تفنوا تقسموه واحد ديروا الفطور في الصباح يكون يعني ما فيه حتى شي تنسيمه والاخر اللي في الليل اللي ممكن اننا نديروه مع العشاء يعني هكا ولا قوت خفيف ديك الساعه ممكن نديروا جبن بالاعشاب فكاين افكار كثيره مهميه الطريقه ديال الجبن ونتمنى تجربوه ان شاء الله وتردوا علينا الخبر يعني كيفاش جاكم هاد الجبن وتحياتنا السعيده من سمارة على هذا الاقتراح ديال الجبن وحتى نتوما مستمعينا مرحبا باقتراحاتكم في يعني في هذا الاسبوع الى عندكم اي اقتراحات بحال هذا الشكل يعني اللي هما ساهلين وخفيف خفاف يعني تقاسموهم مع السيدات اقتراح ديال حلوه بارده بلا فران طريقه ديالها سهله وكتجي بنينه بزاف وخاصه يعني في الوليدات تعجبهم بزاف غادي نحتاجوا في المقادير البسكوي مطحون يعني كميه ديال البسكوي اما باكيه كبيره ديال البسكوي داك البسكوي العادي اللي تيكون ناشف ما فيه لا كريمه لا والو ما فيه لا شكلاط لا والو يعني داك البسكوي العادي غير هو قد ما خدينا بسكوي عادي من النوع الجيد قد ما كيكون بنين يعني كيجينا مزيان وإلا ما كانش نديرو العادي داك الحمر والخضر المعروف غادي نحتاجو كميه من الحليب مركز محلى وإلا ما عندناش الحليب مركز محلى وعندنا العسل نديرو العسل غادي نحتاجو اما اللوز مقلي ويعني حبات ديال اللوز يكونوا مسلوقين مقشرين ومقليين يعني نخليوهم صاينين سواء اللوز اولا كاوكاو محمر داك الكاوكاو يعني الرومي اللي تيكون كبير شويه ولا البندق يعني حتى هو محمر فعلى حسب باش كتجينا مقرمشه ولا ما كانش نديروا القرقاع مثلا حتى هو محمر المهم على حسب الرغبه ممكن انكم تاخذوا شويه شويه من الحاجه وكل حاجه تعمروها ب ب ب يعني بمكسر على حسب اللي كاين ولا تختاروا يعني الفاكهه اللي كتبغيو سواء قرقاع لوز بندق يعني ولا الكاوكاو فغادي الطريقه هو انه غادي ناخذوا بسكوي وقلنا كاينه هذيك الباكيه ديال البسكوي اللي كتكون طويله اللي الاسم ديالها جاي على اسم ديال البنت فكاين طويل معروف ولا ممكن على انكم تاخذوا كيف قلت اي بسكوي عندكم قد ما خديناه بنين قد ما تيجينا الحلوه بنينه ما كانش نديروا غير داك البسكوي العادي الاحمر والخضر قلنا البسكوي غادي نطحنوه يكون ناشف ما يكونش ديال الشوكولات ما يكونش فيه كريمه لداخل ونحيدوها ونطحنوه لا يكون بسكوي عادي وناخذوا هذاك البسكوي ونطحنوه كامل ملي غادي نهدن غادي ناخذوا واحد الاناء وقلنا نديروا فيه داك البسكوي اللي طحنا يكون ناشف بلا شوكولات بلا كريمه وغادي نبداو نجمعوه بالحليب مركز محلى بالنسبه للحليب مركز محلى اما داك العادي البيض اما الكراميليزي الا كنا كنبغيوه اما العسل
على حسب اللي عندنا. خاصنا شي حاجه معلكه اللي تجمع لينا داك البيسكوي، لانه ما مدهون لا بزبده لا والو، هو بيسكوي مطحون ناشف. غادي نديرو في واحد الاناء ونبداو نضيفو شويه من الحليب مركز محلى، اما داك البيض ولا الحليب مركز محلى كراميليزي ولا العسل، ونبقاو نزيدو ما نكثروش بزاف. يعني نزيدو بحال دابا ايد كنخلطو بها وايد كنزيدو بها الحليب مركز محلى ولا الكراميليزي ولا العسل، ونخليوه نازل على شكل خيوط ونبداو نخلطو حتى نجمعو مزيان باش يجينا هو هذاك عيننا ميزاننا. صافي، هو ملي كنضيفو عليه هاد الحاجه اللي هي معلكه، سواء حليب مركز محلى بيض ولا كراميليزي ولا العسل، على داك البيسكوي صافي كيتجمع كتولي بحال العجينه. وغادي ناخدو كل هاد العجينه نبداو نشكلو منها كويرات، وكل كويره غادي نبسطوها بالكف ديال يدينا، وغادي نديرو في الوسط ديالها اما لوزه اما الطرف ديال الكركاع مسهط في الفران، اما بندق يعني هكا مقلي ولا محمر، اما كاوكاوا اللي كتكون روميه كتكون كبيره، ونحمروها يعني بطريقه العاديه ولا ناخذها من عند الزريعه بكل سهوله ونقشروها، وديك الساعه كنديروها في الوسط. المهم المكسر اللي بغيتو كيف ممكن، على انه ديروا مثلا 8 فيهم لوز، 8 فيهم كركاع، 8 فيهم مثلا اي مكسر بغيتو، وكنلولبوهم يعني على شكل. ممكن ديروا حتى الفواكه معسله بالنسبه للبنات اللي تيبغيوهم، يعني في الوسط ما نديروا لوزه اما كاوكاو اما بندق اما شويه ديال الفواكه معسله اما شويه ديال الكركاع، اما بغيتو مثلا شويه ديال الشريحه وشويه ديال التمر يكونوا غير رطبين، يكونوا رطبين اولا زبيب وهادو مقطعين طريفات صغيورين وندخلوهم تما في هذيك الحلوه. المهم كل كويره نبسطوها في الكف ديال يدينا ونعمروها بداك الشيء اللي بغينا، وديك الساعه كنلولبوها. ملي كنلولبوها على شكل كويرات بالطريقه العاديه بحال كيف كنديروا غريبه، وديك الساعه نغطسوها في الشوكولات الابيض او نغطسوها في الشوكولات الكحل ونرشو بالفيرميسيل ديال الشوكولات او نديرو العكس. المهم اللي كنوصلوا لهذه المرحله ديال اننا عمرناها بالمكسرات بالفاكهه اللي بغينا كنلولبوهم على شكل كويرات، وهذوك الكويرات نحطو قدامنا مثلا ذوبنا شويه ديال الشوكولات الابيض، ذوبنا شويه ديال الشوكولات الكحل، حاطين قدامنا مثلا الكوك الابيض العادي يكون غير مزيت باش يجينا مزيان ما يكونش ناشف، ونحطو قدامنا الفيرميسيل ديال الشوكولات ولا الفيرميسيل ملون ولا شويه شويه من الحاجه باش نتفنوا. يعني بحال دابا نديرو مثلا واحد 6 ديال الحليوات نغطسوهم كاملين في الشوكولات الابيض ونرشو بالفيرميسيل كحل باش كيجينا اللون مخلط، مثلا 6 ديال الحلوات نغطسوهم في الشوكولات مثلا الكحل ونديرو فيرميسيل ديال الالوان، ولا مثلا نغطسوهم في الشوكولات الكحل ونرشو بالكوك كتجينا بحال الشوكولات داك اللي كيكون بالكوك، ولا ممكن على انه نديروهم نغطسوها مثلا في الشوكولات الابيض ونديرو خطوط من الشوكولات الكحل، اولا العكس نديروها في الشوكولات الكحل ونديرو خطوط من الشوكولات الابيض، فكيبقى على حسب الاختيار ديالكم، ولا خليوها كيف ما هي ناشفه ديروها غير في كويختات وخليوها حتى كتنشف، فيعني حلوه اللي هي ساهله الصراحه وكتجي بنينه ما كتسخاوش بها، يعني كتبداو تابعين وحده مورا وحده لانه المقادير ديالها قليله وسهله. البسكوي مطحون نعلكوه ونجمعوه بالحليب مركز محلى ابيض ولا كراميليزي ولا العسل، وملي كيتجمع لينا كنشكلو على شكل كويرات، وكل كويره كنبسطوها في الكف ديال يدينا نعمروها باللوزه مقليه اولا كاوكاوا اولا شويه ديال الكركاع اولا شويه ديال الزبيب مع التمر وشريحه ولا مشماش مقردين رقيق ولا شويه من الفواكه معسله ولا شويه من البندق على حسب. المهم هاد المكسرات خصهم يكونوا مقرمشين، خصهم يكونوا محمرين يعني محمرين اولا مسهدين في الفران اولا اللوز مقلي ونخليوه صاين وكنلولبوهم، وملي كنلولبوهم على شكل كويرات ديك الساعه التزيين على حسب الاختيار ديالكم كيف قلنا، نحطو قدامنا الفيرميسيل الشوكولات شويه من الفيرميسيل البيض شويه من الفيرميسيل الكحل، الشوكولات البيض مذوب الشوكولات الكحل مذوب، وشنو عاوتاني قلنا والكوك كذلك حتى هو، وديك الساعه كنبقاو نتفنوا. وممكن حتى دابا مع الصيف نشاركوا وليداتنا نعطيوهم التزيين يعني يزينوا معنا هذا النوع ديال الحلويات، لانه الصراحه هاد الحلويات كيجيو ساهلين ومقبولين تيبغيوهم الكبار والصغار الطريقه ديالهم سهله. وتحياتنا لصاحبه هذا الاقتراح مريم حبيب على هاد الحلوه اللي هي سهله وبارده وبلا فران، وهذه في الصراحه عقلوا عليها علاش من تكون شي مناسبه ولا عيد ولا شي مثلا شي حفله راه كتجي بنينه وكتجي اقتصاديه، وحتى ملي كنحطوها مثلا فاش كنلولبوها على شكل كويرات وكنغطسوها في الشوكولات الكحل وكنديروا خطوط الشوكولات البيض وكنحطوها في كويختات يعني كيجي واحد المنظر ديالها راقي وكانه يعني فيها مقادير كثيره، اذا هي راه فيها غير مقادير قليله والطريقه ديالها سهله. نتمنى تكون وصلتكم الفكره ديال هاد الاقتراحات اللي وجدنا لكم اليوم. معنا ملكه من الدار البيضاء. الو ملكه.
اهلا صباح الخير سناء. صباح النور، لاباس عليك. لاباس عليك. الله يبارك فيك، الحمد لله. مرحبا فيك. مرحبا، تحيه لك والطاقم والمستمعات ديال الراديو. مرحبا بسلامه. الله يخليك. شكرا. غادي نعطيك شرائح ديال الدجاج لي ساندويتش، لي ساندويتش كيجيو زوينين. واخا. وغادي نعطيك العصيرات ان شاء الله. اي مزيان. المهم غادي ناخذ شرائح ديال الدجاج، نغسلوهم مزيان بشويه ديال الملح وشويه ديال عصير ديال الحامض، وخليهم حتى كينشفوا مزيان. ضروري نديروا مع عصير ديال الحامض باش كيجيو زوينين. المهم عندنا في لاصوص عندنا الياغورت طبيعي وشويه ديال الملح، شويه ديال البزار، وعصير ديال الحامض، شويه ديال سكنجبير، والثومه غمره. هذا الشيء اللي كاين في هذا لاصوص، لاصوص بلونش. كنشدوا هاد الشرائح ديال الدجاج وكنرقدوهم، خصهم يبقاو ليله هادو باش ما نخليشهم في يترقدو، كيجيو زوينين. اييه فعلا. كنرقدوهم سيده مزيان، كتاخد البيض، كطرب البيض، كتلحم في البيض ديالها مزيان، وتعاودهم في لاشابلوغ وتقليهم. سيده ما بغاش تقليهم دخلهم في الفران، تا الفران كيجيو مزيانين. وبصحة وراحة. الله يعطيك الصحة. ساهلين وزوينين. غادي نعطيك العصير، هاد العصير فيه خمسة ديال الخي الزواز. كنسلقوهم في إطرو ديال الماء، كنخليهم حتى كيبردو ونديرهم في الخلاط، ونزيدو ليهم واحد البنانة، خوخة، ياغور ديال الفريز، إطرو ديال الحليب، وتقريبا شي ربعة حبة ديال الفريز. كنطربو كلشي، وسنيدة ما كنديرهاش أنا العصير حتى كنبغيو نشربوه، الأحسن يبقى بلا سنيدة. صافي نديرو في التلاجة يبرد، والصحة وراحة. الله يعطيك الصحة. نعطيك الكيكة والسميدة والدقيق، السميده الغليظه اللي كنديروا في الكسكسو. يعني جات رائعه وزوينه. صحي مزيان. اه كتجي زوين ونوعوا شويه. ايه فعلا. المهم عندنا كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس ديال الدقيق، كاس ديال السميده الغليظه، جوج بيضات، جوج خمارات، وعندنا الفانيلا قشوطه الحامض باش ما بغاتش السيده تنسم. كنطربوا كلشي في الخلاط. كنحيدو من الخلاط، كنجيبو المول ديالنا، كندهنو الدقيق والزيت ديالنا، صافي كندخلو الفران، الفران يكون بارد. إييه. كنخرجو كندير واحد الكاس ديال الماء، كنديرو فيه شويه ديال السنيدة وقصور ديال الحامض، تيجي مغلية مزيان، تكون هي تكون باردة، ونسقيوها، والزيت كيبقى اختياري، وغتغشها بالكوب، وغتخليها غير عادية ولا. وصحة وراحة. يعطيك الصحة. وصباحكم مبروك. الله يبارك فيك، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. شكرا لك بزاف مالكة على المكالمة ديالك وعلى هاد الاقتراحات. بالنسبة للشناك، غادي نعطيك واحد الاقتراح ديال الشناك، والمستمعات إن شاء الله يزيدونا الاقتراحات يعني في هاد الأسابيع. بالنسبة للشناك اللي هو ساهل واقتصادي، غادي نحتاجو 500 غرام ديال طحين فورس، بيضة وحدة، نص كاس ديال السنيدة، نص كاس ديال الزيت، معلقة ديال الزبدة، معلقة متوسطة ديال الخميرة الفورية، والحليب دافي باش نجمعو. غادي نعاود بالنسبة للعجينة ديال الشنيك، غادي نحتاجو 500 غرام ديال الطحين فورس، يكون من النوع الجيد، بيضة وحدة كاملة، نص كاس ديال السنيدة، ونص كاس ديال الزيت، أي كاس العنبة، نص كاس السنيدة، ونص كاس الزيت، معلقة كبيرة ديال الزبدة رطبة، واخد درجة الحرارة ديال المطبخ، معلقة متوسطة ديال الخميرة الفورية ديال العجينة، ديك اللي على شكل حبيبات، وكمية من الحليب دافي، نبداو من السيترو وشوية، يعني حليب دافي باش نجمعو العجين. الطريقة العادية، ناخدو واحد الإناء غارق ولا قصرية صغيرة، نديرو فيها ديك 500 غرام ديال طحين فورس، نديرو فوق منها بيضة، نص كاس ديال السنيدة، نص كاس ديال الزيت، معلقة ديال الخميرة الفورية، معلقة ديال الزبدة، نخلطوهم الاطراف ديال الاصابع، ونبداو نزيدو داك الحليب دافي شويه بشويه، عينا ميزاننا وحنا كنجمعو، لانه كاينه 500 غرام ديال الطحين فورس ما غاديش يكون حليب كتير. المهم بحال دابا مثلا السيترو وكاس، يعني دفيو وخليو قدامكم، وبقاو تزيدو شويه بشويه، وانتوما كتعجنوا حتى كتجمع لينا العجينه بكل سهوله، وكتكون عجينه اللي هي مجموعه رطبه مرخوفه. من بعد كنخليوها نغطيوها ونخليوها واحد ساعه كتخمر. من بعد ساعه كنعاودو ندلكوها واحد شويه، يعني كنخرجو من الهواء بحال كنخرجو من الهواء، وكندلكوها واحد شويه، ومن بعد كنسرحوها فوق البوطاجير مرشوش بشويه ديال الطحين، كنسرحو العجينه بالمدلك، وكندهنوها ديك الساعه بالكريم باتيسير.
يعني الكريم باتيسير اما نصايبوه في الدار عطيناه شحال من مره ومن بعد نعاودوه، اولا بودره الكريمه الحلويات اللي كتباع، يعني كريم باتيسير بودره اللي اللي كتباع يعني كنزيدوها مع الحليب وكنبداو نحركو حتى كتعقد لينا، هذيك اللي كتباع في الكرتونه مصايبه نزيدو عليها الحليب. راه كاينه العموم كريم باتيسير اللي كتباع راه الكرتونه كتكون مكتوب فيها الطريقه كيفاش، وهي من الاحسن الا صايبنا الكريم باتيسير في الدار بحال دابا نديروها على تيساعه نصايبوها في الصباح الكريم باتيسير، نغطيوها بلاستيك الغذائي باش ما ديرش لنا قشره، ولا نديرو فيها معلقه ديال الزبده من الفوق ونخليوها في الثلاجه، وفي العشيه نديرو هاد الشناك مثلا. ومن بعد غادي نبسطوها، قلنا بعد ما خلينا العجينه ديال الشناك كتخمر غادي نعاودو نحيدوها، يعني هي عجينه يعني ملي نخليو العجينه في المره الاولى دلكناها خليناها رطبه كنغطيوها كنخليوها كتخمر، من بعد ساعه كنرجعوا ليها نخرجوا من هذاك الهواء وندلكوها واحد شويه، وديك الساعه كنطلقوها بالمدلك فوق البوطاجير وكنهزوا بالمعلقه الكريم باتيسير وكنبقاو ندهنوها كامله كنسرحوا عليها الكريم باتيسير، اولا ممكن ديروا غير الكونفيتور جاري ندهنوها عليه، وكنرشوا بالشوكولاته حبيبات البيبي شوكولا اللي كنديروا في الكوكيز اولا زبيب اولا بيناتهم بجوج حتى هما كنشتوهم واحد شويه، وصافي كنلويوها على شكل يعني بحال ملفوف هكا كنلويوها بحال كيف كنلويوها وزربيه يعني هكا كنلويوها، كنبقاو غاديين حتى كتجينا حريب اللي هو طويل، ملي كتجينا حريب اللي هو طويل بعد ما دهناها بالكريم باتيسير اولا بالكونفيتور ورشيناها بحبيبات ديال الشوكولات ورشيناها بزبيب اولا اما كاين هو الكريم باتيسير كتمشي مع الزبيب والكونفيتور كيمشي مع الشوكولات، ولكن حتى بعد نوبات ملي كنديرو كريم باتيسير كندهنو بها وكنرشو بحبيبات ديال الشوكولات وحبيبات ديال الزبيب حتى هي كتجي مزيانه، وفعلى حسب الرغبه ديالكم، وديك الساعه كنلويوها وكنبقاو غاديين حتى كتولي حريب اللي هو طويل، وديك الساعه كنقسموها. القسم ديالها هو انه ناخذو من الاحسن خيط اولا سبيب يكون مزيان يكون نقي نديرو في المجر مثلا ديال الكوزينه فوق ما نبغيو نقطعو اي حاجه ديال العجينه، هي انه كناخذو داك الخيط وكنديروه تحت داك الحريبل تحت منه كنديروه من تحت منه، ومن الفوق كنزيرو يعني كنخلفو دوك الخيوطة من الفوق بحال كنقجوها يعني بحال الربطة ديال الكرافاطي يعني هكا، يعني الخيط كنديروه من تحت وكنشوفو قداش بغينا نقطعوهم باش يجيونا قياس واحد، وكنجيو الفوق وبحال كنعقدو الخيط من الفوق، يعني هما راه ما كنعقدوش يعني غير كنبرموهم على جهتين كنديرو الخيوطه مخالفين باش تجينا مقجوجه، وكنبداو نزيرو صافي كتقطع لينا العجينه كتقطع لينا الطرف وكنديرو نفس القياس ونبقاو غاديين حتى كنكملو بهذه الطريقه، لانه فاش كنقطعو على الموس وكتكون يعني العجينه يقدو يعني في التقطيعه ما تجيناش شكل واحد تجينا بحال العجينه بحال مالت يعني بحال تغيرات في الشكل ديالها ما بقاش محافظ على الشكل ديالها، بالتقطيعه بالخيط اولا بداك السبيب كتجينا مزيانه. صافي كنبقاو غاديين حتى كنقطعوا، الا ما عرفناش هاد التقطيعه بالنسبه للسيدات ربما مثلا ما فهموش الطريقه في الراديو، ديك الساعه راه ممكن يقطعوها بموس غي يحاولوا انهم مثلا يدخلوها الثلاجه واحد شويه ومن بعد يقطعوها، وملي كتقطع راه اون فوا كنقطعوها كيبدا يبان داك الزبيب وكيبدا يبان داك الشوكولات، وكنشطفوها في اللاطه ديال الفران مفرشه بوراق سلفوريزي كنشطفوهم متباعدين، وكنعاودو ندهنوهم يعني كندهنوهم بالبيض البيض مع الخل اولا البيض مع الحليب كندهنوهم مزيان، وكنخليوهم حتى كيخمروا ساعه اخرى يعني المره الثانيه كنخليهم تقريبا واحد ساعه، وعاد ديك الساعه كندخلوهم الفران على درجه الحراره 180 درجه كنخليهم حتى كيطيبوا لنا مزيان وكيتحمروا، وديك الساعه كندهنوهم بالناباج اولا بالكونفيتور جاري الا ما عندناش الناباج ندهنوهم غير بالكونفيتور، وممكن نرشو عليهم الكوك اولا نخليهم كيف ما هما يعني راه الطريقه ديالهم ساهله، غير العجينه نخليوها تخمر المره الاولى نرجعوا لها من بعد ساعه ندلكوها واحد شويه، ومن بعد نسرحوها في فوق البوطاجير مرشوش بشويه ديال الطحين كنورقوها بالمدلك ما كنديروهاش رقيقه بزاف وما كنخليوهاش غليظه بزاف بين وبين، وكان ديك الساعه كنبقاو نسرحوها بحال شي يعني مربع يعني بحال الشكل ديال البيتزا ملي كنسرحوها بالمدلك، وعاد ديك الساعه كنديروا الكريم باتيسير هكا كنديروا طبقه من الكريم باتيسير وما كنوصلوهاش حتى للجناب، عندنا ميزاننا راه على العموم ملي تكونوا كدهنوا بالمعلقه كتهزوا الكريم باتيسير يعني كطليوها على ديك العجينه راه ما خاص تحسوا بانه راه الا خرجتوا للجناب بحال تسيح لكم، فغادي ندهنوها بحال كيف كندهنوا بيتزا بالصلصه بنفس الطريقه
نرشو بزبيب او نرشو بحبيبات ديال الشوكولات، وديك الساعه اولا بالكونفيتور جاري على حسب. وملي درتو الكونفيتور ما تخلوش تيسيح يعني حتى الجناب، ومن بعد كنبرموه بالطريقه العاديه. وملي كنبرموهم كنبقاو نلويو نلويو بديك العجينه صافي، كتجينا حريبل طويل كنقسموه. وهذوك القسمه بحال كيف كنديرو في الفقاص، فاش كنقسموه ما كيبقاش واقف، ملي كيتقسم كنزلوه هو يعني ناعس هكا على الجنب ديالو، كيبقاو هكا مستفين باش كيتحمروا لنا. بنفس الطريقه ملي كنقطعوا هاد الشنيك نستفوهم في اللاطات ديال الفران، وكندهنوهم بالبيض مخلط مع شويه الخل اولا قطرات من الخل اولا قطرات من الحليب، وكندهنوهم بعد ما كنستفوهم يعني كندهنوهم. هو على العموم ملي كيتقطع الشنيك راه كيولي بان في دوك الحبيبات ديال الزبيب اولا الشوكولاط على حسب اللي درنا، وكندهنوهم بالبيض وكنخليهم يخمروا ساعه اخرى. ومن بعد ساعه كنشعلوا الفران وكندخلوهم يطيبوا على درجه الحراره 180، وملي كنخرجوهم اما نخليهم كيف ما هما، اما نغبروا عليهم شويه ديال السكر كلاصي من النوع الجيد، اما ندهنوهم بالناباج باش كتعطينا ديك لابغيونس داك اللمعان، اولا بالكونفيتور على حسب الرغبه ديالكم. هذه هي الطريقه ديالو، وكيجيو ساهلين، ممكن نرشو حتى بالكوك، فالتزيين على حسب الاختيار.